موضوعنا الصباحي الأول أو ملفنا الصباحي الأول لهذا اليوم هو بعنوان الطفل السلوك والصحة. سعيدين جدا أن يكون معنا داخل الاستوديو دكتورة أحلام عبد الرحمن أحمد، هي استشاري مخ وأعصاب أطفال وأستاذ مشارك كلية الطب بجامعة الخرطوم. صباح الخير عليك. صباح النور، فرصة سعيدة. وحقيقة يعني بقدر أضيف حاجة صغيرة على موضوع الصحة النفسية أو الطبيب النفسي. يا أخوان أنا أفتكر إنه أي مرض صحي فيه جزء من السرية. يعني أنت لو مثلا عندك وجع بطن، طلع عندك قرحة، أنت من حقك تخلي جزء من المعلومات دي لنفسك. ما مفروض كل الناس يعرف إنك أنت مشيت الدكتور والدكتور قال عندك كده. نفسه أبلايد على الموضوع بتاع الحاجة الصحية اللي هي برضو مرض زيه زي الجسم. يعني أنت لو قلت جسمك ده نص، معناه ذاك برضو نص. إذا أنت هتعالج 50% من جسمك، لازم تعالج 50% من النفس حقتك اللي هي إيكوال بالنسبة لك، سواء كان دار توري أو ما دار توري، أو تمشي بحذر أو بغير حذر، فتشد بيها أبلايد على كل الوضع حقه. وفي علوم الطب يقولوا إنه الطبيب النفسي هو المدخل الأول لبقية الأمراض أو بقية الأطباء عشان ما يقدر يتعاملوا مع المريض ذات نفسه. ندخل لملف الأطفال دكتورة أحلام، ودائما في بعض الحالات الأطفال حديثي الولادة بيكون بشكل كبير جدا في إصابة ببعض الأمراض المتعلقة بأمراض العصبية والحالات الخاصة بذلك. لو حبينا ندخل من الملف ده ممكن نعرفه كيف؟ بنعرفه بنقسمه لحاجتين، زي ما بنقسم أي نوع من الأمراض بتصيب أي جسم، إنه هل أنت تولدت بيها أو هي جاتك بعد ذاك. لو أنت تولدت بيها بعد ذاك بنرجع نراجع الملف بتاع الأسرة، الأم والأب بيقولوا بعض قبل كده كان عندهم حاجة زي دي، هل يعني بتربط الحكاية دي بحاجة مولود بها طفل أو لا. بعد ذاك ما مولود بيها، ما عندهم حاجة دي في الأسرة، أول مرة يشوفوها أو أول طفل، بعد ذاك بتراجع الملف حق الولادة حقته، الطفل كامل ما كامل، مولود مبكر ما مولود مبكر، الأم ولدت بصعوبة، ولادتها كانت سهلة، حصل لها نزيف، مرضت أثناء الحمل، أخذت أدوية قبل ما تعرف روحها حامل، فيكون في ملف كامل أنت بتقدر تراجعه. من أكثر الحاجات الفعلا بتكون من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الأطفال يتم زي ما نقول الاحتفاظ بهم أو يخلوهم في المستشفى لفترة أطول هي المشاكل العصبية، وبنخص هنا بالذكر كلمة التشنجات أو التشنجات المتكررة أو كده، لأنه زي ما الطفل جديد مخ صغير لسه ما مكتمل، فأكثر عرضة وأكثر حساسية لأي حاجة. يعني حتى البرد ده، البرد العادي أنت ممكن تستحمله كزول عمرك 3 شهور أو 4 شهور، بيختلف من استحمالك للبرد لما يكون عمرك يوم أو يومين أو مولود أياده. فهو ملف يعني زي ما نقول حدث كبير، بيتم استقصاء أي حاجة عن الطفل حديث الولادة، لأنه من هنا أنت يدوبك بادي، فبعد ذلك في شيء بيستمر معاك، في شيء بتقدر تتخلص منه في وقت هناك وبتمنع لقدام. كل الناس بيفتكروا أنه الأحداث بتاعت حديثي الولادة دي أو مشاكلهم عندها علاقة بنقص الأكسجين، أبدا ما عندها علاقة بنقص الأكسجين. جزء منها عنده علاقة بنقص الأكسجين ما بنقدر نقول، جزء عنده علاقة بالالتهابات، جزء عنده علاقة بأمراض وراثية، جزء عنده علاقة بأمراض جات للأم أثناء الحمل، فهو فايل كبير جزء منه نقص الأكسجين الممكن تترتب عليه أعراض لقدام. طيب نجي نتكلم عن نقطة مهمة برضو من ضمن حديثك أو أخيرا قلت إنه بتتعلق بالأمراض الوراثية. خلينا نتكلم عن جزئية الأمراض الوراثية، لأنه في كثير من الناس بيعانوا من مشاكل، أطفالهم بيكونوا بيعانوا من مشاكل، وقد يكون المرض ده موجود وراثيا في العائلة، لكن العائلة ذات نفسها يمكن ما عندها فكرة عن تاريخ المرض أو عن إنه موجود كان في سلالة العائلة ذات نفسها. فخلينا نتكلم برضو عن النقطة دي. طيب قبل ما نتكلم عن دي نتكلم عن السودان وعن نسبة التزاوج بين الأسر. احنا طبعا نعتبر مشكلتنا الحته بتاعه العربه دخلت فينا دي، يعني حاسس انت لو لاحظت الافارقه ما عندهم زواج في بعض خالص. يعني مثلا انت الناس كيف يعني كده بالضبط؟ يعني مثلا الاخوان في جنوب السودان تقول لي يا اخي زوجتك دي قريبتك، يقول لك لا في زول بعرس اخوه وتخالته، بتخالته بيعتبر اخوه فما بعرسه. لكن احنا بالنسبه لنا هنا عندنا اعلى نسبه بتاعه التزاوج في الاسر اللي هو بسموها الدرجه بتاعه التقارب. يعني احنا نقدر نقول 40% من الزيجات في السودان بالذات ثرو القبائل العربيه أولاد بعض، يعني غطي قدح حق زي وقدح شديد ود عمك ود خالتك. والمشكلة لما تجي مشكلة مع بنت العم يدوه بنت الخالة، مع أنه أنت يعني يقول لك لا دي بس بنت خالتي أبوها غريب، دي بنت عمتي أمها غريبة كده، مع أنه المعروف أنه نص وراثتك من أمك ونص وراثتك من أبوك. فإذا أنت اشتركت في فرع واحد معناه عندك 50% شيرد يعني أو صفات مشتركة. كويس. الأمراض الوراثية الناس مرة تقول لك ما عندنا في الأسرة، برجع بقول لهم حاجة بسيطة، إنك أنت الولادة دي إحنا بالنسبة لنا أو أنت عشان تجيب طفل أو ولد وبنت حاجة زي ما بترمي الزهر كده. كويس. ممكن أنا أعرس ود عمي زي ما يقولوا أرمي الزهر حق ده جيني 6
ستة كل مرة تجيني ستة 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 دي معناها طفل سليم. تاني عندي أختي تعرس برضو أخو زوجي ده تلمي أربعة 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 ده كله أطفال مرضى. فالحكاية بتاعت إنه يظهر عليك مرض وراثي كأول مرة في الجنريشن حقك أو في الجيل الحالي دي حاجة موجودة كويس. جزء بسيط من الأمراض الوراثية تعتبر طفرة. طفرة دي يعني بس عندكم بس في الجيل دي احتمال تكرر واحتمال لا تكرر كويس. أفتكر الوعي بموضوع الأمراض الوراثية بيتطلب شوية زيادة بتاعت علم بإنه إحنا لو عندنا فكرة أو نحن لاحظنا إنه في أمراض وراثية ابتداء من الطرش البسيط ده ابتداء من عمل الليل ابتداء من الحياة البسيطة يمكن ما توقف حياتك بصورة كبيرة إلى حد الأمراض اللي ممكن توقف حياتك وتوقف تطورك ولا قدر الله تؤدي إلى وفاتك. يعني إحنا بنقدر نقول لك إنه إحنا عندنا في العيادات المحولة اللي بتجينا دي ممكن تجينا أسرة فيها إصابة خمسة مصابين ثلاثة يتوفوا تجي الأم عارفة إنه الاثنين دول داك يا هم مصيرهم هم فما بتتخيل الحياة دي ممكن تكون مؤلمة قدر كيف إنه أنت ابنك شايف عنده نفس الحاجة شفتها قبل كده انت حافظ تاريخ المرض وعارف نهايته بتودي لوين صحيح وما في علاج. معظم الأمراض الوراثية دي أغلبية لا يوجد منها لا علاج لها. السبب الأول أغلبيتها ما عندها علاج. الأقلية منها ممكن عندها علاج لكن بيعتمد على الكشف المبكر للأمراض كويس. الكشف المبكر للأمراض غير الوعي بتاع الأسرة بأنها تحاول تكشف عليه وبنحتاج دعم من المعامل أو دعم من الخدمات الصحية الموجودة عندنا سواء كانت خاصة أو عام عشان تقدر تتعرف على الأمراض دي. يعني إحنا حسي ما عندنا الكشف عند الولادة. يعني الحاجة الوحيدة مثلا كل العالم ده عنده أقل شيء خمسة أمراض يكشف عليها زي ما يقولوا غصبا عنك عند ولادة أي طفل في أي مستشفى ده مثلا نفتقده إحنا هنا. ممكن بنعمل بس الغدة الدرقية لأنها موجودة مثلا زي الأنيميا المنجلية هو مرض يعتبر إلى حد ما مرض غير إنه مكلف للأسرة ومكلف للمستشفى. هو مرض معيق للطفل في تطوره الجسماني بالذات رقاد مستشفى طوالي دم مشاكل بتاع الدم. الكشف بتاع الأنيميا المنجلية دي سهل جدا جدا. الأم والأب بيمشوا إذا لقوا عندهم اللي بيحصل بس ما يتزوجوا بعض دي الحاجة اللي أنت بتقدر تصل لها. طيب في النقطة دي دكتورة يعني كيف بيتم التوعية للزوج والزوجة يعني إنه في تاريخ للمرض في الأسرة هل بتوروهم إنه والله قد يكون كده طبعا ربنا عالم بالأشياء كلها لكن من خلال العلم برضو بنقدر نتوقع أشياء أو حدوثها يعني متوقع حدوثها. عطفا على كلامك ده برضو عمار يعني حتى قبل يعني الولادة مرات بيكون مفروض يكون في توعية للأم والأبو. أنا بقول دائما يعني إنه ما بيكون في تجهيز كامل بالنسبة للأم والأبو في كيف يرعوا الطفل ده بعد ما يجي من خلال التعرف على الأمراض اللي ممكن يكون مصاب بها من خلال التعرف على طرق التربية سلوك الأطفال إذا عمل كده إذا تصرف كده إذا كان عنده كده مفروض يحصل شنو. دي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا دكتورة وبرضو إحنا بنفتقدها شديد مش لأنه بنفتقدها لأنه ما بنتعرف عليها إحنا بنفتقدها لأنه الحضور متأخر. يعني ال 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 الكابل ديل أو الناس المتزوجين بيجوك بعد ما تزوجوا النصيحة اللي أنت بتقدر تديها لهم يا إخواننا المرض ده عندكم احتمال حدوثه كبير احتمال تكراره عالي جدا جدا مرض إلى حد ما لا يوجد منه علاج ما بتمكن على الكشف عليه وبعد ما الأم تحمل أو بعد ما تكون حامل أو لما تلد الطفل في أقلية من الأمراض أنا ممكن أتدخل عند الولاد عشان أمنع تطوره. فجزء منها كبير بتقدر تنصحهم تقول لهم يا إخواننا أنتوا ظهر فيكم الجايين ديل أبعدوا لنا شوية ما تخلوا واخو ولدك ده يعرج بالتعمه او بتخاله ما دام المرض ده ظهر عندكم. ده الحد بتاعنا بتاع التوعيه لانه حقيقه بنفتقد للتوعيه ما قبل الزواج. نعم بنفتقد لها تماما او يمكن تكون شبه مرفوضه. طيب لو يعني خلاص نمشي ونسلم بانه هم جو بعد المرحله بتاعت الزواج وده خطا وحدث وهو شائع الحدوث بشكل كبير جدا. كيف بيتم التعامل مع الحالات زي دي؟ بتنقسم لثلاث محاور. المحور الاول حقيقه اول حاجه نحاول نتوصل للمرض اللي احنا بنتكلم عنه ده لتشخيصه واثبات الى حد ما اذا كان وراثي ولا ما وراثي. طيب وده برضه بنفتقد لجزء كبير منه لانه تاكيد الامراض دي معظمها بيتم بحاجه اسمها الفحص الجيني واحيانا النكران بيحصل من الاسره ذات نفسها. ده اصلا بيجوك بعد الطفل الثالث يعني بنكر الاول وبنكر الثاني بيقولوا والله ده نقص اكسجين ده جاته ملاريا ما تعب بيحاولوا يفسروها بالاشياء الموجوده مع انه في الخلفيه بتاعتهم عارفين انه والله ده بيشبه ذاك كان لما جاء ولما مات. القصه بتكون معروف عندهم فبيجوك بالثالث لما خلاص يكون ما عندهم حل انهم يجوا. فانت هنا بتنصحهم نصيحتين انه والله نحن محتاجين نعمل الفحص الجيني للطفل المريض عشان نتعرف على المرض اوكي كويس. بعد ذاك نشوف هل في طريقه المرض ده يتم علاجه قبل ما اول ما يولد الطفل مثلا بندي نوع معين من الادويه لمنوع من نوع معين من الاكل من نوع معين من المواد الغذائيه عشان بالذات مشاكل الايض. لكن الاكثريه هي جزء من التركيبه الجينيه ذاتها كويس يعني خالص جوه فما بتقدر تعمل اي نوع منها غير انك تتعرف على المرض وتحاول تتعرف عليه بأنك تختار الأطفال اللي ما عندهم اللي هو دي حاجة شوية متقدمة بالنسبة لنا يمكن ما تكون متوفرة عندنا هنا اللي هي حاجة بيسموها الفحص الجيني ما قبل التخصيب.
يعني ببساطة بخلي الكابول دين عندهم أطفال متعددين مرضى، أنت تعرفت على المرض الجيني في طفل فيهم، بيمشي يعمل لك حاجة زي التخصيب الخارج الرحم، بيتم الكشف على الجين المعروف دي في البويضة المخصبة، إذا فيه بيتخلصوا منه بالاتفاق الأهل، إذا ما فيه بيتم إدخاله في الرحم عشان يتم الحمل. لو أنت بتكون متأكد 100% اتفاق الأهل طبعا لازم. طيب رأي الشرعي هنا شنو؟ ما في حاجة، ما دبر في الأنبوبة هناك ده ما دخل، ما تخصب، ما في روح، ما في أي حاجة، تتكلم عن بويضات أوكي. اتزاوجت بس يا دوبة في المرحلة الباري إير اللي أنت بتكون خالص في أي نوع من الروح، ما في أي مشكلة في الشرع مرحلة يعني. الأجنة ممكن شوية أبدر شوية أيوة. يا دوب أنت معارف اتخصبت البويضة وبدأ زي ما بقوله تتقسم لي 8 ولا 6 ولا كده، بتشيل منها عينة، بعدها بتقدر فعلا تتعرف على الحاجة الجينية اللي أنت أصلا شخصتها وبقيت ماسكة في يدك. صحيح. والشرح بيكون واضح جدا، أنا بكون متأكدة إنه الجنين الجاي ده ما عنده المرض ده، لكن ممكن يكون عنده تاني لأنه أنا ما عندي كل التمبلت حق الأسرة. والله أعلم. والله أعلم. طيب نجي ننتقل لمحور تاني. بنسمع كثير عن التشنجات أو السرعة اللي بتجي إلى بعض الأطفال، خلينا نتكلم برضو عن هل إمكانية إنه حدوث التشنجات والسرعات والمشاكل اللي بتجي للأطفال ترجع لأثر نفسي، ولا برضو ممكن نرجع للأسباب الوراثية والأسباب الثانية الأخرى اللي احنا تكلمنا عنها معاك؟ طيب أول حاجة أنا زي ما أقول لازم أشكرك على السؤال ده حقيقة بصراحة، لأنه كل مرة بكون داري لي منبر عشان أتكلم عن كلمة السرعة. حس لما يجيك العيان في العياده يقول لك يعني عنده صرع يا دكتوره، لا مؤاخذه عنده صرع، يعني كانها ما تلبس بتاع شيطان وكده. يا اخواننا الصرع ده يا مرض مرض زيه زي اي مرض تاني، اغلبيه الاطفال من الاطفال القابلين للعلاج. يعني لو اخذت لي شريحه فيها 100 طفل عندهم مرض بتاع صرع، 60 منهم قابلين للعلاج بدواء واحد، 40 قابلين للعلاج بدوائين. يعني انا لو مشيت لثلاثه او اربعه انفار بس بقدر اشخصهم بانهم هم عندهم نوع من الصرع الغير قابل للعلاج. طيب كلمه صرع دي معناها شنو؟ صرع معناه تشنج متكرر من غير سبب، لا محموم، لا وقعته فجأة، لا زعلان، بس من غير كنترول. انا حسي بتكلم معاك بميت في يدي، بقبل كده، دي كلها عباره عن كهرباء في الراس، جسمنا ده كله شغال بالكهرباء، سيجنال تجيك كهرباء. الفرق بين الصرع وبين الحركه العاديه، انت هنا بتعمله وانت عايزه، انا بمد يدي وانا عايزه امد يدي، برجع يدي وانا عايز، حسب الاشارات العصبيه، حسب الاشارات منظمه جدا مرتبه جدا. صحيح. لما يجيك صرع انت بتحرك يدك، بتغمد عينك، بتريل، بتقع من غير ما تكون عايز، والسبب هو الطوال مباشره عباره عن اشارات كهربائيه غير منتظمه. نجي هنا طوال ندخل في الكلمه بتاعت كهرباء زايده، ما في حاجه اسمها كهرباء زايده كويس، الكهرباء غير منتظمه كويس، بيحصل عدم انتظام في الكهرباء، ممكن يحصل لسبب عضوي، يعني انت المخ بتاعك ده فيه جزء ما طبيعيه، لانه اصلا الكهرباء دي بتعتمد على الخلايا بتاعت المخ، كلنا كهربتنا بتطلع من خلايا المخ، كهرباء ما في معناه الزول ده متوفي. تمام. بعد ذاك بتعتمد على شكل الكهرباء دي، طالعه من وين؟ طالعه من محل حركيه هتشنج حركي، طالعه من محل النظر ما هشوف، طالعه من محل بشم ممكن اشم ريحه ما موجوده، طالعه من محل الهلوسه او محل الاحساس بالطراش ممكن اطرش. فاي مركز في الدماغ عنده امكانيه انه يطلع كهرباء غير منتظمه وينتج عنها طوال اعراض مشابهه للمحل اللي هو جاي منها. كويس. طيب الصرع حقيقه بيعتمد انك انت اول حاجه تشخصه في الوقت المناسب، تعالجه بالدواء المناسب. عندنا مجموعه كبيره من ادويه الصرع متوفره الحمد لله في البلد، افتكر يعني ماشيين. طيب كويس. طيب نمشي واحده واحده من التشخيص. طيب. طيب التشخيص بيعتمد على الكلام بتاع الاهل، الوصف السريري. نرجع تاني ننبه الناس انه رسم المخ ما عنده علاقه بالتشخيص. ليه؟ رسم المخ داعم للتشخيص. يعني حاسه انا ماشيه في الشارع كده ما عندي اي حاجه، امشي اقول لزول عمل لي ملاريا، يطلع عندي ملاريا، حتعالج؟ ما حتعالج، طوال حفكر انه ده خطا في المعمل بتاعي. نفس الحكايه مطبق على رسم المخ. نحن نمشي 10 انفار ما عندنا اي شكيه، ما حصل حتى صداع جانا، نمشي نعمل رسم مخ، واحد فينا حيطلع عنده رسم مخ فيه تشنجات زياده او كهرباء غير منتظمه. لو انا قريت الرسم بس بقول لزول ده المفروض اديه دواء طوالي. لكن طوال... ما في حاجه، لا ما في شيء، ما في اعراض، ما في اعراض. انت محتاج للاعراض، الاعراض الكافيه. يعني يقول لك والله الزول ده يتشنج، طيب يوم يتشنج كيف؟ والله مما يزعلوها تزعل، تدخل تمشي تقع وتعمل حركات، في سبب ما بقدر اقول على تشنجات. اهم حاجه في التشنجات، عشان انا اقول دي تشنجات صرعيه محتاجه للعلاج بس، اتز صدم تحصل فجاه ما في اي سبب بيجيبها. طيب. ما في سبب واضح بيجيبه عشان انت بتقدر تمشي، ده السيناريو حقك. بقينا في شك الايام دي الحمد لله، التلفونات، الموبايلات، التصوير بقى افيلبل لاي زول. بقول لها الحدث اللي احنا شاكين فيه يومي، لانه انا حادخل في التزام بتاع علاج، التزام بتاع علاج حيستمر لي فتره من الزمن، في التزام بتاع الزمن، في التزام بتاع قروش، حاضطر اوفر الدواء، صوري لي.
لما تصور لي الحدث انا بشوف بعيني، هل بسمع ما زي اللي بشوف؟ صح. لما اشوف الوصف ده ممكن يكون حاجه مختلفه بتاريخ للمريض ذات بالضبط ارشيف بالضبط، بتخطه بتشوف الحاجه دي تماما، ما زي ما بقول هو فيديو سري جدا جدا، انت والاهل بتشوفه، ما في زول ثاني حيشوفه، ما له ديستريبيوشن في الميديا، بتشوفه اي والله يا اخي انا افتكر دي فعلا حاجه صراعيه. طيب. واحنا محتاجين نمشي لقدام عشان ندعم التشخيص حقنا، ده كله فيما يفيد التشخيص بالضبط. طيب. نعم. نقطه مهمه جدا جدا، وهي انه في بعض الناس بيتناولوا ادويه الصرع دي نفسها او ادويه لامراض اخرى من غير ما يتم التشخيص الصحيح. يعني في اسر حقيقي يا عمر بتشخص الموضوع من نفسها وبتكون شايفه انه الحاجه دي هي مرض معين وبيمشوا بياخدوا ادويه من الطبيب او بياخدوا ادويه من الصيدليه دكتوره، بيحصل كثير جدا جدا، وبيجوا بيدوها لاطفالهم واطفالهم بيتناولوها على اساس انه هو حيتعالج، وبيكون في مشكله تانية قاعد تحصل للطفل ده بسبب الدواء. بالضبط بالضبط. هي طبعا دي الحاجه الكويسه فيها حسنا، احنا يعني في الفتره الفات الاخيره دي لنا سنتين ثلاث سنين بقى في جود كنترول من الصيدليات. يعني اي ادويه اي ادويه فوق الانتيبايوتكس انت بتحتاج لروشتة مروصه ومخطوطه من اخصائي عنده علاقه بالقصه، فشويه بقينا حدينا القصه دي ستيل ما 100% لكن حدينا. لكن الناس ما تنسى انه بالذات انا حتكلم فيما يخصنا بادويه التشنجات او الادويه اللي عندها علاقه بالسلوك، الادويه بتاعت فرط الحركه، الادويه بتاعت عدم الانتباه، بس نتذكرهم حاجه واحده، الحاجه بتشتغل في المخ وما حتمشي تعزل لي بس المحل اللي فيها التشنج تشتغل فيها، حتشتغل في اي حته، حتشتغل في محل الكلام، حتشتغل في محل السلوك، حتشتغل في محل الانتباه، حتشتغل في محل الفلاحه في المدرسه، في محل كله حتشتغل فيه. فانت لو دار تمسك ده ممكن كله تلخبطه لو انت اصلا ما ماخده للسبب الرئيسي بتاعك المفروض تعالجه. طيب نحن الملف ده ان شاء الله حنتابعه برضه في الاسبوع القادم من خلال حلقات اخرى معك دكتور، لكن ختاما عاوزين ناخذ نصائح ورشدة للأهالي في كل مكان في أنه كيف التعامل مع الطفل المريض بالتشنجات وبالأشياء العصبية المختلفة وذكرتها أنت. طيب أنا بس عندي للأمهات دي ثلاثة حاجات، ما أي تشنج صرع. طيب واحد. وما أي صرع ما بيتعالج. كويس. يعني الأغلبية بتاعت الصرع أمراض قابلة للعلاج. كويس. لكن في مراحل مبكرة. والله ممكن في مراحل مبكرة بالذات ممكن كثير. دائما يعني الحاجة الأساسية اللي بنكلمه بأنه الصرع والكهرباء الزايدة والتشنجات وفرط الحركة دي كلها كل واحدة فيها عندها مسمى براها وبتتبع لحاجة براها. بهمني أنا لما نجي للعيان وأشخصه بأي نوع من الصرع الالتزام من الأهل في ناحية الدواء، في ناحية الزمن، في ناحية جرعة الدواء. يعني ما تقرر أو ما يقرر أو ما تقرر أسرة براها إنه والله لليلة نوقف الدواء لأنه إحنا دعنا ودي للشيخ ودي للشيخ، أنا ما عندي أي مانع، يمشي الشيخ في الآخر القرآن فيه شفاء ما في إشكال، لكن إحنا دارين إن دوانا ده يستمر. كويس. زي ما بيقولوا الناس اي حاجه انت التداوي نعمل الرقيه ونتداوى، نعمل الرقيه ونعمل دواء الحمى كده. النصيحه الثانيه بالنسبه للطفل عنده تشنجات، لما الطفل يجيك تشنجات سواء اول مره او انت عارفه عنده تشنجات ما تشيلي تجري، ما في زول انت او الام او الابو او الحبوبه او الزول قاعد قصاده، انت الزول المنقذ للطفل ده، خليه في حتته، اقلبيه على جنبه الشمال، ما تدخل اي حاجه في خشمه. ليه على جنبه الشمال؟ عشان ما يشرك. لانه انت لما تتشنج بتخرج عن الوعي وبيخرج كميه من اشياءك من السيطره. احيانا حتى حركه الفك هنا الاسنان ممكن تتكسر اذا تم اذا تمت المعافره. بالضبط. يعني فكره انه اللي يدخله ملعقه اللي يدخله قطعه، في امهات والله الواحد فيهم يدخل اصبعه وبتجي بكتونت عديل حاجه، فما في عندها حتى الفك ممكن يكسر يعني. صح. ايوه. يعني يجرحوا اللهاء، ممكن يقطعوا اللسان، فالضرر بيحصل اكثر. خط الطفل على جنبته، على جنبته الشمال، على جنبته الشمال، لا الشمال على جنبته الشمال من غير ما خده تحت راسه، ما تحاول تدخل اي حاجه في خشمه، بس لو بياكل يعني مثلا هو بياكل فجاه جاته لو لقيتيها قريبه اللقمه حاول تطلعيها، ما قريبه خليها. كويس. وحاول تركز لي في الحدث وتسجل لي الزمن، دي اكثر حاجات انا بتهمني لانه بيعتمد انه انا ادي دواء تاخديه في البيت كمنقذ زي الفاليوم او الحاجات اللي ممكن اديها منقذ للحياه في الوقت ذاك، او بقول لك لا اذا دقيقتين ما تدي حاجه، اذا ثلاث دقائق ما تدي حاجه. اتحكم لي في الحمى، اهم حاجه نتحكم في الحمى اذا انا عارف المسبب بتاعها، يعني اذا انا عارفه تشنجات ولدي بتجي بالحمى ما حد يدي علاج، بس الحمى دي لو تحكمنا فيها الامور بعد ذلك بتنتظم ان شاء الله. تنتظم ان شاء الله. ان شاء الله. بنتمنى العافيه لكل اطفالنا دكتوره احلام، وشكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم في صباحات سودانيه. دي نصايح غاليه يمكن لكثير من الناس اللي بتكون بتتابعنا وبتعاني، لانه في اسر بتعاني وبمثابه توعيه، لانه حقيقي في اسر كثير يمكن تكون الكلام انت قلتيه ده كله يغيب عنها تماما او يجهلوه تماما. شكرا جزيلا لك وجودك معنا. شكرا لكم.